بالك طبعا من بارك لمحمد صلاح، هو اخ ليا، احنا مع بعض من زمان، هو شخصية محترمة جدا وبسم الله ما شاء الله يعني متدين وكده، هو شخصية محبوبة. ان شاء الله نتمنى له حياة سعيدة، ان شاء الله تبقى فتح خير عليه، تبقى وشها حلو عليه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله اللي هو يفضل كده على المستوى دوت، وان شاء الله يبقى فيه تقدم ان شاء الله، وربنا يبارك له باذن الله. تمام، بالنسبة لك انت بقى اللي هو على المستوى الكروي والموسم، التغييرات بتاع تطلعات، هو ان شاء الله يعني خلاص الدوري المفروض اللي هيبدا خلاص يوم الاربعاء ان شاء الله، عندنا ماتش مع النادي المصري مركزين فيه، واحد قافل خلاص عروض الاحتراف دلوقتي، مركزين في الدوري ان شاء الله، عايزين نحقق حاجه لينا ونادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، نتمنى ان شاء الله ان احنا اللعيبه تبقى رجاله على قد المسؤوليه، الاداره تساعدنا شويه ان شاء الله، وبعد كده كل حاجه تتحل ان شاء الله. انت متجوز؟ انا خاطب. خاطب؟ اه. يلا عقبال ما تدخل ان شاء الله. شكرا. شكرا بس. يلا بينا.